خويا بلاش تحب اي حجامه جديده وماريو السي اس اس كاو خويا امورك منظمه تو تمشي تحط جيم باش تفرح بينا. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاب وكل عاده في فيديو جديد. وصحة شريبتك ولا شاهية طيبة انت واختك تتفرج على الفيديو، ومرحبا بيك في الحلقة 34 من شمعناها. في بالي قلت حرقة ما نتجاوزوها، ما علينا. مرحبا بيك في الحلقة 34 من شمعناها، الحلقة 23 رمضان السنة واللي باش نحكيو فيها على الـ PCIe. حكينا في الحلقة الفايتة على تشيبسيت، ننصحك تويكا تقص على الفيديو هذه اذا كان ما تفرجتش عليها، تلقى اللينك هوني ولا في الديسكريبشن باش تفهم اش معناها تشيبسيت. وفس في الحلقة هذه فسرت لكم اش معناها PCIe lanes، بون ما فسرتهمش بالباهي، خليتهم للفيديو هذه باش نحكي فيهم على راحتي. قلت لكم انه لازم تختار الكونفيجوريشن او البيلد نتاعك نتاع البي سي بعد ما تعرف السي بي يو نتاعك او التشيبسيت نتاعك قداش تسيبورتي من بي سي اي اي لين، باش انت وقتها تعرف تختار الكومبوننتس نتاعك وشنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشيش. البي سي اي اي او البيريفيرال كومبوننت انتركونكت اكسبرس هو انترفيس نستعملوه باش نركبوا الاكسبانشن كاردز كيما الجرافيكس كاردز كيما النتورك كاردز الساوند كاردز الاكيزيشن كاردز حصيلوا اي اكسبانشن كارد باش نزيدوها للبي سي نتاعنا. في اخر 4 أو 5 سنوات ظهروا زاد الاس اس ديز اللي يخدموا بالانترفيس هذا. باه حنحكيو تويك على البي سي اي اي فيزيكلي الكونكتر نتاعو او السلوت. السلوت هذوما باش نلقاو منهم 4 انواع. ناخذوا كمثال المذر بورد هذيا اللي فيها التشيبسيت نتاع انتل زد 390. كان نثبتوا في المذر بورد هذيا باش نلقاو 3 سلوتس كبار يعني عاطين بالعرض تقريبا واخذين شطر الحجم نتاع المذر بورد، يعني جايين في هكايا من اللوطه واخذين تقريبا شطر عرض المذر بورد. السلوت هذيا تتسمى X16، تو نجيو علاش مسميها هكايا، اما نجمو نركبوا فيها الكاردز اللي فيهم السلوت هذيا نتاع X16 عاده تكون الجي بي يو. وملحوظه صغيره على X16 سلوتس هذيا، مثلا في المذر بورد اللي وريتها لكم كان لاحظتوا نلقاو زوز فيهم السلوت مدهونه بالكروم، بون هو ماهوش دهن، هذيك مصنوعه من الحديد باش تسيبورتي الوزن نتاع جي بي يو، خاطر عاده كيما قلت نركبوا جي بي يوز غاديكا، وفما جي بي يوز بالحق رزان وينجموا يكسروا البينز نتاع السلوت هذاك، علاش يعملوهم بالحديد باش تنجم تتحمل الوزن هذاك. وكان نزيدو نثبتوا شويه في المذر بورد هذيا باش نلقاو بين ال 16 اكس سلوت والاخرى باش نلقاو كل كونكتر صغير باللكحل هذاك، زاده يتسمى بي سي اي اي سلوت، اما ماهوش اكس 16 يتسمى اكس 1. باي الله ينورك سي احمد، من الساعه تفسر لنا ووضحت لنا الاكس 16 والاكس 1، اما شنو الفرق بيناتهم يا رحمبوك؟ العدد هذاك اللي بعد الاكس مثلا في الحاله نتاع الاكس 16 نرمزوا به العدد اللينز اللي يربط بين السلوت هذيك والسي بي يو. البي سي اي اي لينز اللي حكيت لكم عليهم في الفيديو الفايت نتاع تشيبسيت هما عباره على ثنايا او ديفوا، نجمو نشبهوهم مثلا الاوتوروت. الاوتوروت ما فيه ديفوا منه وديفوا منه، يعني يرفع 4 كراهب ماكسيموم معناها بحذا بعضهم. نفس الحكايه تنطبق هنا، عندنا نقولوا 16 فوا يعني نجمو نعديو 16 كهرباء. في الحاله هذه نتاع البي سي اي اي نحكيو على داتا ترانسفير، يعني نحولوا في الداتا، سو نقولوا عليها باندويث معني سرعه تنقل المعلومه في الثانيه الواحده. ومنطقيا بون نورمال مو زايد نقولها، معناها ظاهره المعلومه انه الاكس 16 هي اكثر سلوت باش تعدي معلومات خاطر عندها ازيد لينز، يعني عندها اقوى باندويث، وقت اللي الاكس 1 عندها لين برك ماشيه للسي بي يو يعني عندها اصغر باندويث. يعني من الاخر الاكس 16 هي اسرع وحده والاكس 1 هي ارزن وحده، هذاك علاش الاكس 16 هذه نركبوا فيها جي بي يوز نتاعنا. تويكا باش يجيني واحد باش يقول لي يا احمد راهو عرضوني كوارد فيهم اكس 8 ولا اكس 4 ولا اكس 2، هذوما وين باش نركبهم وقت اللي فما مثلا في المذر بورد هذيا كان الاكس 16 والاكس 1. وني نقول لك انه هكيا الاكس 16 سلوت تتحمل او تنجم تركب فيها اي وحده اي كارتا عندها اقل عدد نتاع لينز، يعني مثلا اكس 1 تنجم تركبها غاديكا في بلاصتها، وقت اللي مثلا الاكس 2 والاكس 4 والاكس 8 تنجم تركبهم في الاكس 16 سلوت، خاطرها هذيك تتحمل العدد نتاع لينز هذاك الكل، مصنوعه انه اي كارتا حتى اذا كان الكونكتر مش اكس 16 ينجم يركب غاديكا وتخدم جوها به. باهي تويكا باش تسالني شنو الغرض منها البي سي اي اي، واش نستعملوا فيها؟ الحكايه بسيطه برشا، هي البيرفورمانس. احنا البي سيز قد ما تكون السرعه اكثر قد ما خير، يعني هذه القاعده العامه نتاع تطوير البي سيز تويكا، ديما نحبوا السرعه اكثر ونحبوا ازيد باندويث باش ما نحطوش رواحنا ليميتد ومربوطين بالهاردوير اللي عندنا، خاطر مثلا تويكا نعرفوا انه جي بي يوز معناتها يتناقشوا مع السي بي يو، مش يتناقشوا معناتها يتحاوروا من الاخر باش يخدم لك الجي
الجيم نتاعك قاعد نبسط الاولاد. من الاخر كي باش يتحاوروا لازم فما باندويث او ديتا تمشي بيناتهم باش الجيم نتاعك تخدم او الابلكيشن. مثلا نقولوا احنا نحكيوا في الجيمينج نقولوا باش تلعب لعبه 4K 60 يعني لازم هيك ال 8 مليون بيكسلز هكوما يمشيوا ويجيوا 60 مره معناها في الثانيه، يعني برشا برشا باندويث نستحقوا باش نخدموا الريزولوشن هذيه بالريفريش ريت هذيك. معناتها اذا كان باش نحطوا روحنا ليميتد ما نجموش نهار اخر نحكيوا على 8K جيمنج ولا على 4K 144 هرتز، يعني الحكايه باش تكون صعيبه. وهذاك علاش الجي بي يو ديما ركبوها فيك الاكس 16 سلوت، خاطر باش حاشتنا بازيد باندويث، حاشتنا بالباندويث الكامل نتاع الاكس 16 باش ما نعطلوش الجي بي يو ما نعملوش بوتلنك. اللي ما يعرفش معناها بوتلنك حكيت عليها في ابيزود قبل، نحط لكم اللينك ساكيا اللوطه. وقت اللي الكوارت العاديين كيما ساوند كارد ولا ناشن اكيزيشن كارد والنتورك كاردز وكل ما همش باش يستحقوا هالفول باندويث نتاع الاكس 16 نجموا نستعملوا معناها الاكس 4 ولا يعني 4 لينز يكفي ولا 2 لينز، خيرة ربي للكوارت هذوما. وفما سلوت اخرى نجموا نعتبروها بي سي اي زاده اللي اسمها الام دوت 2 ان في ام اي، هذيك اللي ركبوا فيها الاس اس ديز الجدد كما اللي عاطينا كصغار هكايا، كما الاس اس ديز كما الاس اس ديز يتسموا ام دوت 2 ان في ام اي اس اس ديز، خاطر يخدموا بالانترفيس هذايا ما يخدموش بالسيتا انترفيس هذاك اللي نركبوا به الاتش دي ديز نتاعنا، خاطر السيتا تعطينا 600 ميجا بايت في الثانيه كتوب سبيد يعني ما نجموش نفوتوهم. هذاك علاش الاس اس ديز لمده سنوات بقاو بوتل نيكت، يعني هما ينجموا يعطيو سرعات اكثر من 600 اما السيتا هذيا خلاتهم ليميتد. هوني جات الفكره نتاع انه نصنعوا هالام دوت 2 باش ما ناخذوش بلاصه كبيره في السلوتس هذوما نتاع البي سي اي ونعملوا سلوت اخرى او بلاصه اخرى نركبوا فيها الاس اس ديز باش ما ناخذوش برشا حجم وسط الكيس نتاعنا. الام دوت 2 اس اس ديز هذوما كان لاحظتوا يوصلوا السرعات نتاعهم ل 2 جيجا بايت 3 جيجا بايت وحتى في بعض الاحيان يعني الهاي هاي اند يوصلوا حتى 3.9 جيجا بايتس في الثانيه كريد سبيد. باهي تويك ما دام حكيت على التطوير وكل معناها واضحه انه فما جينيريشنز، هذه الحكايه متاكد انه فما شكون ديجا قاعد يسال، خاطر البي سي اي اكيد راه عرضتك بي سي اي 3 ولا بي سي اي 4 المده الاخرى، خاطر فما جينيريشنز من بي سي اي، فما فيرجنز بداوا من البي سي اي 1 كالعاده حتى لين وصلنا لل 4، وتقريبا كل جينيريشن من البي سي اي هذه تكون دبل البرفورمانس نتاع قبلها، يعني الجينيريشن الثانيه مرتين قد الباندويث نتاع الجينيريشن الاولى، وجينيريشن تويك الرابعه اللي مازالت كي خرجت باش تعطينا دبل الباندويث نتاع البي سي اي 3. اذا كان لاحظتوا تويك في السوق تقريبا كل المذر بوردز فيهم البي سي اي 3، وفي البي سي اي 3 هذه تقريبا كل لين او ثنيه كما فسرت لكم تعطينا 1 جيجا بايت في الثانيه، يعني من الاخر الاكس 16 باش تعطينا 16 جيجا بايت في الثانيه، وقت اللي الاكس 4 باش تعطينا 4 جيجا بايت في الثانيه. بون بالدقه اللي تحبوا عليها انتم 15.75 جيجا بايت في الثانيه بالنسبه للاكس 16 و 3.94 جيجا بايت بالنسبه للاكس 4. وهذاك علاش هالان في ام اي اس اس ديز خاطرهم يخدموا بالبي سي اي تكنولوجي هذه اللي عندهم 4 لينز، يعني السلوت هذه الام دوت 2 ان في ام اي تعطينا 4 لينز، الاس اس ديز هذوما تمكنوا انهم يوصلوا يسكروا السرعه الكامله هذه نتاع الفور لينز اللي يعطيهم لنا البي سي اي، خلينا نجموا نوصلوا سرعات نتاع 3.9 جيجا بايت في الثانيه، خاطر كيما قلنا 4 لينز تعطينا 3.94، يعني سيبو اللينز هذوما او الاكس 4 هذيا سكرناها بالنسبه للبي سي اي 3. وهون يجي الحبيه بالبي سي اي 4 اللي باش يعطينا دبل الباندويث كيما قلنا، يعني تويكا الليمت نتاعنا هي 8 جيجا بايت او بالاحرى 7.9 وشويه، حصيلوا معناها تويكا الاس اس ديز ينجموا يوصلوا السرعات اكثر ببرشا وما عادش باش يولي البوتل نيك هذايا نتاع البي سي اي 3. وديجا نفس الكورسير ام بي 600 هذا اللي ركبوه في الجين 3 اعطانا تقريبا 3.9 خاطر بوتل نيكت، ركبوه هو بيدو في البي سي اي 4 نلقاو السرعات نتاع تقريبا 6 جيجا بايت في الثانيه، يعني تقريبا زياده نتاع 50 او 60% كبرفورمانس رو، يعني عن طريق البي سي اي جين 4 هذايا باش نتحصلوا على برشا باندويث. وكما صار مع البي سي اي 3 يعني تقريبا شدنا 10 سنين نفس الحكايه تويكا باش يعطينا هيد روم باش انه نوصلوا ريزولوشنز اكثر وريفريش ريت اكثر في جي بي يوز، سبيد اكثر في الاس اس ديز، يعني مثلا نحكيو على الاكس 16 باش تعطينا تقريبا 32 جيجا بايت في الثانيه، يعني نجمو نحكيو على 10K ريزولوشن نهار اخر نتاع جيمنج 8K ديجا 4K معناها 15 كافيين، يعني نجمو نحكيو على ريزولوشنز اكثر، نحكيو على فريم ريت اكثر، نجمو نهار اخر نحكيو على 4K 360 هرتز، يعني كل شيء ممكن عن طريق التكنولوجيا هذه.
باش نخليه معناتها الحكايه تويكه مربوطه بالتكنولوجيز نتاع الهاردوير نتاعنا يعني جي بي يوز نتاعنا. حصلوا ان شاء الله وضحت الصوره. البي سي اي جين 4 مانيش نكمل نحكي عليه اليوم في الفيديو خاطر باش تاخذ لي برشا وقت باش نبين لكم المميزات نتاعو، اما ناكد لكم انه خير. به بالنسبه للسبورت نتاع البي سي اي جين 4 مازال ماهوش موجود بالنسبه لانتل في بالي في حتى مادر بورد، كان صدقني ربي انتل مازال ما عندهاش حتى التينز جينيريشن اللي باش يابطوا سنا مازالوا ما عندهمش سبورت على بي سي اي جين 4 وبورتون باش تهبط شيبسيتس جدد وكل ما فماش سبورت. وبالنسبه للاي ام دي الله يرحم والديها عطيتنا البي 550 اللي هي ميد رينج معناتها مادر بورد ميد رينج وشيبسيت ميد رينج، يعني بنحكيو على مادر بورد تاع 150 دولار 100 دولار بالحق بلاش فلوس في الزون هذيك. وعندها الاكس 570 اللي تتراوح اسوامها من 180 حتى تكشي ل 300 400 دولار في الزون هذيك، يعني بالحق اي ام دي قاعده ياسر ياسر سبقت انتل وتعطي في برشا مميزات للمستعمل العادي. وفي الاخر راهو كياكلوا بعضهم كي اي ام دي وانتل راهي في مصلحتنا احنا، معناها ان شاء الله كانك عليا تدوك بيناتهم ان شاء الله يقعدوا ديما يهبطوا ويزرعوا في بعضهم. هذا حاجتي انا. وديجا اي ام دي خويا الله يرحم والديك ما عرفش منين جيت، معناتها عندك 10 سنين راقده اوكي وجيت فرد ضربه وشخت على انتل، ما عندك 3 سنين مركح عليها تويك ان شاء الله تكمل هكا وخلي انتل تفيق شويه وتطيح من اسوامها شويه واحنا نربحوا زياده في الوسط. حصيلوا شباب ان شاء الله عجبتك الفيديو، اذا كان عجبتك ما تنساش تحط لنا لايك، اذا كان عندك اي سؤال كالعاده في الكومنت سيكشن، بارتاجي الفيديو مع اصحابك باش يستفادوا وان شاء الله نتقابلوا في الابيزود تاع غدا. ردوا بالكم على روايحكم، تشاو.